المغاربة في تظاهرات شهدتها مدن مختلفة من البلاد داعين إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة الجمعة المقبل. ويرى المحتجون أنه لا جدوى من الانتخابات التي تجري في إطار دستور غير ديمقراطي وفي ظل استمرار الفساد في المؤسسات الحكومية حسب تعبيرهم. بدعوة من حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب، خرج آلاف المتظاهرين إلى الساحات في مدن عدة منها الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وغيرها، مطالبين بمقاطعة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 25 من نوفمبر تشرين الثاني. انتخابات اعتبروها مضيعة للوقت في ظل عدم وجود دستور ديمقراطي حسب وصفهم. نحن نقاط الانتخابات لأنها ليست شفافة على الإطلاق، لأن الملك يواصل اقتفاضه بصلاحيات اقتصادية ودينية وسياسية وغيرها، لهذا سنقاط الانتخابات. يستمر وجود الفساد ونفس الوجوه التي نراها دائما بالبرامج الخيالية عينها. خرجنا لنعلن مقاطعتنا وندعو الجميع للمقاطعة. حركة 20 فبراير التي نشأت في سياق موجة الربيع العربي وتضم إسلاميين ويساريين وطلابا ومستقلين، كانت دعت إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي قام بها الملك محمد السادس في أوائل يوليو تموز الماضي، واعتبرت أن الإصلاحات السياسية التي اقترحها الملك غير كافية. فنحن لا يمكن أن نزكي الفساد، لا يمكن أن نزكي الاستبداد، نحن نطالب بدستور ديمقراطي حقيقي من السلطات الشعب. من بعد آنذاك يعني تجري انتخابات نزيهة تكون فيها التمثيلية للجميع المكونات ديال الشعب المغربي يعبروا فيها بكل حرية على إرادتهم وعلى ميولاتهم من خلال صناديق الاقتراع. نحن كاتحادي 20 فبراير كاتحاديين داخل 20 فبراير لا نطالب بالمقاطعة بل تغيير من داخل المؤسسات، لأننا نؤمن بالتغيير الديمقراطي، بل نطالب بوجوه جديدة ذات إرادة للتغيير، إرادة حقيقية للتغيير. هي الذكرى 9 بتعداد الشهور التي قضتها حركة 20 فبراير في الشوارع مطالبة بإسقاط الفساد، وتخرج اليوم في مسيرات سلمية حاشدة معلنة إصرارها على مقاطعة الانتخابات. أحمد خميس الجنابي، روسيا اليوم.